ليش انت صغرتي معاها بقى شجعيها. اروح عند امي، انا اروح عند امي بالفلوس. النهارده يا جماعه المفروض ان ياسمين جايه تجيب شبكتها، فانا عايزكم كلكم تقولوا لها مبروك لو اول مره تتفرج علينا. ما تنساش بقى الاشتراك في القناه، اللايك الجميل، انزل تحت في الانستجرام هتلاقي، انزل تحت في الديسكريبشن تلاقي الانستجرام بتاعنا. اتفرج علينا على الفيسبوك طبيعي. الفرحه يا جماعه، كملوا الفيديو ده للاخر واتفرجوا على الاستاذه. شقة عمري اللي ادفعه، هتدفع شقة عمرك. كملوا يا جماعة الفيديو اللي اخر، هيدفع شقة عمره، هتدفع شقة عمرك. هنجيب الشبكة يا جماعة. قاعدة بص، لو بصوا كملوا الفيديو معانا للاخر يا جماعة عشان هوريكم الشبكة بتاعتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الأستاذة النهاردة جاية تجيب شبكتها يا جماعة، بس يعني المرة دي بقى ده بجد، الموضوع بجد وحقيقي حقيقي، وهي تجيبها وماما قاعدة جوه. تعالى بس، تعالى من هنا، تعالى لما اجيب الشبكة يا اما مش هاخد فلوس. تعالى. السلام عليكم. طبعا طبعا استاذ عصام اللي اتقن المره اللي فاتت المقلب على ابوه، على ابوه خرج من دماغ الاستاذه. ايوه حصل. جايين بقى النهارده نشوف الشبكه بجد. المره دي بجد في فلوس. انا جايه وجايبه امي معايا. ايوه اقسم بالله لو حصل حاجه. لا 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 مفيش والله، لا مش معايا. هتفق على ايه؟ هتفق على ايه؟ ولا اي حاجه اهو، كلام على مصداقيه. تعالى يا باشا، تعالى اتفرج على ايه الاول. اتفضل يا مستر. الموضوع كده ايه؟ عايز تتفرج على ايه الاول؟ هو بيقول خش على الدور الاول بيبرق لي جامد. لا لا ما تقلقيش، والله ما في حاجه. ما انت شايفه الفلوس قدام عيني. ثواني شفتي فين؟ اهي. اه مفيش سر اهو يا دي النيلة، هبسطها لك. الفلوس على اللي ما بلاقيش. ما تحطيش ايدك بقى على الباترينا. خلاص انا عايزه دي. ابتدي بالدم، ابتدي بالدم. في دبلة عجبتني المرة اللي فاتت. أنا واحدة من دول؟ لا في ايدك الدبلة. ها؟ صح، انا اقلع الحاجة اللي فوق. هو بيجمع لوحده. قلعت اللي في ايدي؟ طيب الحمد لله. ها؟ ايش بدك تريد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جرب يا باشا شوفها وهي بتقيس. دي كبيرة. دول كبار. نفس الشكل ده. نفس الشكل ده. ايه؟ نفس الشكل ده. هو حاجة تكون مبططة من جوه. كله مبطط. خير عم ياسين، حاجة ولا ايه؟ لا بلاش. لا مفيش حاجه، مش زي المره اللي فاتت. لا يا باشا الامور تمام يا باشا، على ما يرام. على ما يرام. مش عايز اعريض جماعه، انا عايز اقول لكم اقسم بالله ان المره اللي فاتت انا ما كنت متفق مع عم عصام على حاجه، هو ما شاء الله يعني ايه غفلنا كلنا ودخل في النص، هو اللي شعلل الدنيا. فانا ما اهو انا على الله، انا ما اخد المره ديت مفيش اي حاجه. اتفضلي يا استاذ. هتفضل انا باش اشوفها. لا 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 ولا اي حاجه. انت براحتك يا باشا. شورتين اصبري عليا واجيب لك اللي انت عاوزاه. اصبري عليا واجيب لك، بس بسرعه وما تضربيش في العالي. لا مش هضرب في العالي، هم 30 70 80 30 70 50 60 يعني. جات منتقمي من المره اللي فاتت بقى. بنتي ايه؟ انا مديها بالظبط ساعه تنقي اللي هي عايزاه، تمام؟ لو ما نقتش اللي هي عايزاه في خلال الساعه انا هاخدني واخد ماما اللي هي اكتر من يعني اكتر من امي، حماتي اكتر من امي، هاخدها واخد بعضي وامشي واسيبها هي بقى تكمل مسيرتها. والله لا لا العرض ده لا، ده لا. فين اللي انت شفتيه مره دي؟ بعدت الشنطه عنها يا جماعه عشان ما تتحطش في حاجه تانية. قالت لي الشنطه بعيده عني وما مش عارفه ايه. دي لذيذه. انت هتزغرتي النهارده. مفيش غيري لما اطلع بالشفا. لا هتزغرطي هتزغرطي، هي فين وفين لحد ما بتزغرط بنتحايل عليها. الاستاذه بتتكسف وربنا يستر. هموت واعمل فيها مقلب تاني زي اللي انا كنت عامله المره اللي فاتت. اكتبوا لي في الكومنتات يعني انتوا باركولنا في الكومنتات، مش عايز اكتر من كده في الدنيا.
الفرح عن قريب يا بوشة، الفرح عن قريب بأمر الله. في واحدة تانية كانت عاجباني بس هي مش لاقيها. ايوه مش لاقيها تكلمي والله العظيم. تعالي تعالي هنا اعترفي لي بأي حاجة، اعترفي لي بحبك ليا، أي حاجة اعترفي لي بأي حاجة. أنا عايزة فلوس عشان بس بس انا مش هسكت اصلا بس اصلا جاي مكان ايوه انا اسف على ال بس حزينه قلت لك انا عايزه فلوس بس ده انت كل طموحها ايوه مش طبعا احنا عايزين بقى نكسر الثقه طلع الفلوس دي ديها وروح هنا صح كده انا مهمتي هنا انتهت ما بقاش فيه خالص نورت مصر ولا واحده من دول لا برضو مش هو ده اللي انت يا بنتي الحاجات اللي انت اتفرجتي عليها لا انت قلتي لي ده اللي عجبك المره اللي فاتت لا مش جاي كده خلاص براحتك يا باشا هتتعبنا والله هتتعبنا بس ماشي صح معاك حق في حد بيتجوز ببلاش بس لو عملها قبلي عارف تعالى اقترب اقترب بقولك ايه احنا بنبعد ليه؟ احنا بنبعد دي مقسمة قوي انت مطبخة الاستاذة بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ بتكلم لي صحابها عشان يقارنوا انا مش فاهم انا جاي اخطبك ولا اخطب صحابك؟ ايه؟ ايه؟ انت مش معايا انت مع صحابك ربنا يخليهم لك انا روح بس قبل ما اروح اعمل ايه؟ تدفع ايوه استنى اهو مش فاضيه لي والله بتصور لاصحابي والله العظيم استنى يا كريم مش لازم اشاركهم شاركيهم شاركيهم يا اختي شاركيهم وانا اولى عن ثواني مش مع حد خدت راي اصحابك الو ايوه طب هاي بعدين اخترتي ايه؟ منور يا كريم طب بعد التدوير طب شوفي كده اللي في ايد عم عصام اخر حاجه دي ها بص اجيب لك هي دي هي دي ايه بقى هي دي ايوه هي دي ايه دي اللي انا هلبسها ماشي والله انا ما هلبسها الله اكبر حلوين دول قوي 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 يعني عاجبينك مفيش شغل عم عصام ولا عم عصام له شكرا شكرا يا عصام وريهم لي كده تاني وريهم مبروك يا وحش وريهم لماما وريهم لماما والله العظيم من كتر ما انا مبسوطه فيهم كده كده شايفك مش قادره ازغرط مش قادره ازغرط فرحانه بس مش قادره لا هتزغرطي بس اصبري يعني لما نكمل بقيه الحاجه والله ما هحل غير ما تزغرطي خلاص لا خلاص كده طب ماشي خلاص حلوين قوي طيب ممكن نص زغروطة دلوقتي؟ مش هعرف والله ماشي حاضر خليها مفاجأة حنا وريني ايدك كده تاني وريني ايدك طيب ما تجيش تقولي نروح نجيب أي حاجة من أي حتة تاني في عز الفرحة بقولها لك أهو كريم لا لا خلاص خلاص خليهم خلاص أو أنت تلاقيهم صح خليهم لا مش هقلعهم أنا ده كده وهمي وقفت بتاع ده وقفت بصوا صغنانين قوي ولا انا كده زحلق كده بسبب الاغنيه دي ما احنا هنجيب اسواره يا كريم اسواره استر يا رب احنا لسه ما ابتديناش ايوه احنا لسه ما ابتديناش جربها تعال يا عمو هو فين خاتم اصلا اصلا امال ايه ده ايه دي ده ايه دي ده 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 الزغروطه دي من عندك ماشي قال لي دي مني ليك يا كيمو
كيمو. ايه يا عم؟ انا بس شاب قابلك انا. ايه ده ايه ده؟ ازاي انا ما شاء الله؟ بس 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 جدا انا فرحان قوي وعد في نص وانا فرحان جدا الله يبارك لك يا رب. وانا ايه اللي خليني اعيط؟ انا فرحان جدا انا فرحان قوي. لا دي خساره ليا. اوعي بقى ايدي. طب خليتيني اعيد تاني من الاول. خلاص بقى سيبيني انا فرحان جدا. بصي وشي فرحان سيبيني والله. لا طيب خلاص. لا لا جماعه دلوقتي كريم بيدفع فلوس وحاسه ان هو متاثر قوي. يعني انت بتلف ليه؟ بتدور وشك ليه؟ مين هيسرق؟ استخبي فلوس. بصوا يا جماعه ايدك ياض. ايدك ياض. امسك يا عم خلاص اني امزح. السلام عليكم. انا اخد بعضي وامشي من هنا قبل ما الفاتوره دي تخلص. انا الحق اخلع من هنا. خلاص بقى سيبيني. طيب سيبيني بقى. استنى يا جماعه سيبيني. لا 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 ليه؟ وكان في وكان في زغروطه قبل دي. اه زغروطه يا قمر. معلش زغرتي معايا تاني. معلش زغرتي معايا بقى. شجعيني اروح عند امي. انا اروح عند امي بالفلوس دي. انا اعمل مصلحه مو جيب جم مخدرات. سيبيني بقى سيبيني. ده في فيلم اهو. لا